كيكة المربى أو مبشورة المربى من أقدم الكيكات اللذيذة. مرحبا، حياكم الله، سعد الله جميع أوقاتكم. بسم الله، بجهز معكم كيكة المربى أو مبشورة المربى من الكيكات اللذيذة والقديمة. طبعا 3 حبات بيض، 3/4 كوب سكر، 3/4 كوب زيت. ممكن تحطوا زبدة، ممكن تحطون نص نص، يعني نص سكر ونص زيت. ملعقة كبيرة غير مليانة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة فانيليا. الطحين 2.5 إلى 3 حسب حجم البيض وحسب الأكواب اللي عندكم. بخلط أول شيء البيض والزيت والسكر والفانيليا في كاس الخلاط، أضيفهم على الطحين بيكنج بودر وعجنها وما نبالغ في العجن. ناخذ 3 الكمية نحطه في الفريزر شوي يبرد، وإذا مستعجلين تضيفون لزيادة 2 ملعقة طحين عشان تقدرون تبشرونه على المربى. 1/2 نفردها في صينية مستطيلة، ندهنها بأي مربى متوفر عندكم، ممكن تحطون تمر، ونبشر 1/3 اللي بقيناه على الوجه. دخلها الفرن واستمتعوا بأحلى مبشورة مربى. أضفت البيض، نضيف عليه الزيت، السكر والفانيليا ونخلطهم. طبعا هي شبيهة بعجينة البيتي فور، يعني ما تفرق عنها، تقريبا مشابه، بس اللهم البيض أقل والطحين والزيت والسكر. بسم الله. طبعا تخلطون الزيت والسكر والبيض لين يختفي الزيت تماما، يعني لا تستعجلون في الخلط. الآن عندي هنا البيكنج بودر، أضيفه على الطحين، وإذا أنتم متأكدين من المقادير تشيلون شوي. أنا شلت شوي طحين وبصب الخليط وعجن، إذا شفت محتاج أضفت زيادة. فعشان تتفادون أن العجينة تكون قاسية معكم بأي شيء تسوونه، أضيف الطحين بالتدريج. بسم الله، صب الخليط ونزل الجميع. أنزلها الحين وأرجع لكم إن شاء الله. ودائما الخلط زي ما تعودنا لازم نخلط بسرعة وما نبالغ، مجرد خلط تقليب، لا تعجنونها عجن زي الفطاير، تصير العجينة مطاطية معكم، سواء تسوون منها المبشورة، تسوون فيها معمود، تسوون فيها بيتي فور، لا تبالغون في الخلط. عندي الآن الصينية اللي بفرد فيها. أنا دائما أحب الصواني المعدن للأشياء اللي زي كذا عشان تأخذ وقت وتستوي على راحتها. الشابورة في الكيك في المبشورة أحب أستخدم الصينية المعدن. خلاص بكمل الآن العجن بيدي، وباخذ 1/3 كمية بحطه في الفريزر شوي، والثلثين راح افردها في الصينية. شايفين قوامها كيف؟ كملت العجن بيدي، شايفين قوام المبشورة. تقدرون تسوون منها بيتي فور، تسوون منها معمول الشوكة، تسوون منها اي معمول انتو حابين. الان باخذ 1/3 الكمية تقريبا وخلي 1/3، وابسطها كذا شوي، احطها بكيسة وعلى الفريزر عشان تصير باردة. واذا مستعجلين زيدوا عليها 2 ملاعق او 3 ملاعق حسب ما تشوفون قوامها قابل للبشر. المتبقي نفرد في صينية مدهونة بالزيت. طبعا الصينية هذه متوسطة، حجمها متوسط. يلا بكمل الفرد وبودي 1/3 اللي معي للفريزر. عندي هنا مربى مشمش، ممكن تحطون تمر، ممكن تحطون تفاح، اي شيء تبون تفضلونه تحطونه على سطح العجينة.
بدهن الطبقة كلها وارجع لكم. خلاص بعد ما دهنت السطح كامل بأي مبشرة متوفرة، هذه اللي حطيت في الفريزر، ما شاء الله أصبح الآن متماسك، نبشر راح على الوجه. بسم الله. تخبزون هاي الفرن متوسط الحرارة 180 في الرف الأوسط من الأسفل، بعدين تحمرون السطح العلوي. وزي ما قلت ممكن تحطون تفاح، ممكن تحطون تمر، مبشور التمر، مبشور التفاح، حسب رغبتكم. يلا كمل نرجع لكم إن شاء الله. المبشورة الآن جاهزة، ندخلها الفرن. نشوفكم إن شاء الله بعد ما تطلع. خلصنا كيكة المربى ومبشورة المربى، ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما ينصح تقطعونها وهي حارة، لازم تبرد تماما عشان المربى بيسيح معكم وبتتكسر إذا قطعتوها وهي حارة، فخلوها تبرد وقطعوها بالصحة والعافية. علينا وعليكم.